الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. كتاب البخاري كتاب المظالم والغصب. قال باب الظلم ظلمات يوم القيامة. باب الظلم ظلمات يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس من ثقات الأزبات رواه الجماعة. قال حدثنا عبد العزيز هو المجش من ثقات الأزبات. قال أخبرنا عبد الله ابن دينار وهو من أذمة الأسف بن عمر. عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه من السبع المكثرين على أمير الأمين وهو صحابي من صحابي أثري. نعم. من العبد الأربعة. قال الظلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة. وقد أخرجه مسلم أيضا وأخرجه من حديث جابر أيضا بلفظ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال الترمذي حديث حسن غريب. وقد جاء من حديث عبد الله بن عمر بن العاص مرفوعا إياكم الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم الفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. الظلم عظيم والظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم أقسام: ظلم في معاملة العبد مع الله، وظلم في معاملة العبد مع الرسول، وظلم في معاملة العبد مع الناس، وظلم في معاملة العبد مع نفسه. ظلم في المعاملة مع الله أن يجعل الله ندا. قال ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وقال الله تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله. ولذلك قال الله تعالى الذين أمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، لأن أبا بكر قال يا رسول الله أينا لم ينظر نفسه؟ وقال لا ليس ذاكم، ألم تسمعوا إلى قول الحكيم وهو يقول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وظلم في تعاملي مع النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعرف السنة ويحيد عنها، أو يطعن في نميك كالروافض وكالأشاعرة الذين يقولون أحاديث الأحد لا تؤخذ في العقائد. وظلم في تعاملي مع الناس أيبخس الحقوق. ظلم في البيع غشا، من غشنا فليس منا. ظلم في الحقوق يريد يهضمها لا يعطيها لأهلها. نعم. وظلم مع نفسي بأنه يهدرها ويهدر حقها بالمعاصي. الله يغفر لنا يا رب، الله يغفر لنا زلات والسقطات والهمات. قال الله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هم يقولون ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم وغرتكم الأماني. نعوذ بالله من غضب الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة، والله و و و و و والحقوق وراءها مطالب. الحقوق وراءها مطالب، والظلم من أفحش الأفعال عند الله جل في علاه. لذلك الله جل في علاه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا. وقال الله جل في علاه إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فمن ظلم فإن الله له بالمرصاد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، اتقوا دعوة المظلوم ولو كان فاسقا. ولذلك أنا أقول الظلم ظلمات يوم القيامة. نسأل الله أن يحفظنا يحفظكم يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة: إياكم الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. الظلم يؤدي إلى الشح، والشح يؤدي إلى التقاتل. من أنصف من نفسه فقد عدل. يا رب اغفر لنا يا رب العالمين. هذه المجالس مجالس عظيمة بفضل من ربنا ونعمة، وهي مجالس الحمد لله تحوي الكثير من الأفاضل والفضلات، وأيضا مجالس كالمدينة ترتجف تغربل حتى لا يستقر فيها إلا النبلاء، أما أهل الخبص والعقارب والحياة وغير ذلك وأهل النفاق والشقاق لا يستطيعون. المرار عليهم شديدة في هذا الباب. فنحمد الله ونسأل الله أن يديم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا. اللهم أمين. أمين. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
فذا فقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.